من الطبيعي ومن الوارد أن تقوم دولة بالإعلان عن بعض يعني أنظمة ترسانتها العسكرية من أجل إرسال رسائل، أو كما ذكر ضيفي هي رسائل استراتيجية قد تكون موجهة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى روسيا من جهة، إلى الصين من جهة، إلى كوريا الشمالية حتى من جهة أخرى، وللحفاظ على قوة الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا. هل تضع الأمر في هذا السياق، إعلان روسيا عن نظام صواريخ جديد ومن ثم إعلان الولايات المتحدة عن أكثر القاذفات تطورا؟ نعم، يعني ما يأتي ضمن النشر يعني الإعلامي هو يعني هي رسائل موجهة، وموجهة ضمن يعني أكثر من معيار، يعني المعيار الذي يعني تنطوي تحته القوانين الدولية فيما يتعلق في الاتفاقات يعني المشتركة ما بين الولايات المتحدة ودول أخرى، يعني ما بينها وبين روسيا. وأيضا يعني هي العملية فيما يتعلق في الصواريخ الاستراتيجية وما يتعلق في مفهوم الأمن يعني الدولي أو الصواريخ التي ممكن أن تحمل رؤوس نووية، طبعا هي لها علاقة في موضوع أو معادلة الردع، يعني المعادلة الردعية وليست من منطلق يعني الهجوم. فلذلك يعني ما نراه اليوم من تفاقم يعني للوضع والارتباك في المنظومة الدولية، وهذه الرسائل يعني من جميع الجهات، هي بأنه نحن لدينا هذا الكم وهذه النوعية من الأسلحة، فلذلك دعونا لا نقترب إلى مسألة يعني التصادم، التصادم المباشر. هناك يعني ساحات وطاولات ممكن الجلوس عليها وحل جميع يعني المسائل. وهنا يمكن يعني التطرق إلى مسألة الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي والذي يعني بدأ ما بين روسيا والولايات المتحدة في هلسنكي، يعني لا ننسى هذه المسألة. ولكن يعني كانت هناك تجاوزات من قبل الطرف الأمريكي بخروجه من المعاهدات المتعلقة يعني بهذا الصدد، وهنا يمكن التذكير بمعاهدة أو الاتفاقية حول الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى واتفاقية السماء المفتوحة. هذه المسألة يعني باعتقادي أنها كانت يعني مدعاة إلى القلق بالنسبة لروسيا. فاليوم يعني نحن نتجه إلى معادلة جديدة، معادلة يعني التسلح، وهي ليست فقط يعني مناطة لروسيا أو الولايات المتحدة، ولكن أيضا يعني في المنطقة الأوروبية وفي العالم، وهذا ما أرادت روسيا أن تتجنبه. لكن للأسف يعني الشديد اليوم نحن أمام معطيات يعني جديدة، معطيات ممكن أن تكون يعني أو تشكل أكثر خطورة فيما يتعلق في الاقتراب من الأسلحة أو من الرؤوس النووية. فالرسائل هي متبادلة ما بين يعني الولايات المتحدة وروسيا، لكن يعني كما أراه يعني حقيقة أن الولايات المتحدة لا تريد اليوم أو هي غير جاهزة للخوض يعني في مفهوم الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي لمفهوم الأمن والاستقرار. دكتور عمار، يعني ذكرت أنها أو يعني أثبتت بقولك أنها بالفعل مجموعة من الرسائل، هل يقتصر الأمر على أن كونها مجرد رسائل، أم يمكن بالفعل أن تستخدم هذه الأسلحة القوية الجديدة المتطورة؟ لا أعتقد ذلك سيدي الكريم، وأستثنيه يعني تماما من استخدام مثل هذه الأسلحة أو التوجه يعني لمثل هذا الصراع، وذلك أنه لا يصب يعني لا في المصلحة الروسية ولا في المصلحة يعني الأمريكية. لكن يعني رأينا من خلال الأزمة الأوكرانية، من خلال يعني هذا التصعيد الجيوسياسي، أن الولايات المتحدة بدأت تفقد الكثير من مواردها فيما يتعلق في إدارة يعني الأزمة الأوكرانية، وفقدان الرؤية الاستراتيجية للولايات المتحدة من خلال هذه الأزمة هو ما أدى باعتقادي إلى مسألة تعقيدها يعني نوعا ما. لكن يعني المواجهة المباشرة، استمعنا إلى الطرف الأمريكي وإلى حلف الناتو بأنهم ليسوا يعني طرفا في هذا النزاع، وهذا مؤشر يعني واضح أن لا الولايات المتحدة ولا حلف الناتو لا يريدون خوض هذه يعني المواجهة مباشرة عسكريا مع روسيا. ولكن يعني من الجهة الأخرى
يعني هم منخرطون يعني في هذه المسألة، ولكن ليس بطريقة يعني بطريقة مباشرة. فلذلك يعني استثناء اليوم هذه المواجهة، لكنها تنعكس يعني على المعادلات وعلى مسألة يعني إضعاف أو تقوية المواقف التفاوضية فيما يتعلق لروسيا وأوكرانيا. وهنا يمكن التذكير بأن المشهد العسكري الذي نراه في أوكرانيا هو ليس يعني صراعا ما بين روسيا وأوكرانيا، ولكنه مشهدا يعني جيوسياسيا متكاملا تحاول من خلاله يعني الولايات المتحدة والمعسكر الغربي إضعاف الموقف التفاوضي الروسي في المعادلات الدولية القادمة، والتي لا مناص يعني من الوصول إليها للتوصل لخوض يعني مفهوم النظام الدولي أو النظام العالمي الجديد.